بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة. النهاردة معانا موضوع جديد لأمور الحياة، بنتكلم فيه عن سؤال هو كيفية التعامل مع الشخصية الخداعة أو الخادعة. السؤال ده ورد من أحد مشتركي القناة وفي أحد التعليقات، وهو ماذا عن الشخصية الخداعة وإذا كان زوجي؟ السؤال ده هو موضوع حلقة النهاردة، وهنتعرف على الشخصية الخداعة وليه اللي بيجعل الإنسان يتصف بهذه الصفات أو يلجأ إلى الخداع والكذب، وكيفية التعامل وإن كان زوجك فتابعينا. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد، اكتب تعليق، وإذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك، فهذا تشجيع منك للقناة. شير للقناة حتى تعم الفائدة. أول شيء في الموضوع هو صفات الشخصية الخداعة. لماذا يلجأ الشخص للخداع والكذب؟ ده حتى تشخص فلا بد أن تعرف الأسباب. الإنسان يلجأ إلى الخداع أو الكذب لعدة أسباب، هي أولا الهروب من شيء ما. فالإنسان عندما يريد الهروب من شيء ما فبيلجأ إلى الخداع أو الكذب. هذا الشيء قد يهرب من الإجابة على سؤال بصراحة أو بصدق، أو يلقي أو يدلي برأيه في موضوع بصراحة أو صدق، فبيلجأ إلى الخداع أو الكذب، أو للحصول على شيء فبيلجأ أيضا للكذب أو الخداع. تاني حاجة، قد يلجأ الإنسان إلى الخداع والكذب لأنه لا يريد أن يطلع أحد على شيء ما. يعني هو في شيء ما بيخفيه عن الغير وبيخفيه عن الناس، فإذا سئل عنه أو جاء الحديث عن هذا الشيء فبيلجأ إلى الكذب والخداع والمراوغة حتى لا يخبر الناس عن هذا الشيء. فإخفاء الشيء في نفسه حتى لا يطلع عليه أحد قد يلجئه إلى الخداع وإلى الكذب. النقطة الثالثة وهي الأخطر في صفات الشخصية الخداعة، وهي أن يكون هذا الخداع والكذب سمة من سمات صفته التكوينية، بمعنى أنه بيعاني نقص ما، حاسس بعدم تقدير نفسه من نفسه ومن الآخرين. يعني هو نفسه حاسس بأنه مش متقدر من نفسه ولا من الآخرين، فبيلجأ إلى خداع الناس والكذب عليهم ظنا منه أن هذا الشيء يديه عمل، يعني هذا الشيء عمل بطولي بيزيد من قدره. طبعا ده في رأيه هو أو ما يصوره له عقله. فالنقص في الشخصية، وأيضا يدخل هنا حتة أو جزئية الكبر. فمن الكبر قد يخدع الشخص الناس ظنا منه تكبرا، يعني منه وتعالي على من حوله من الناس. فكونه لا يقدر من نفسه ولا من الآخرين فبيجعل إلى خداع الناس وغشهم، وده بيضفي السرور أو بيدخل السرور على نفسه وبيحس بأنه متفوق عن الآخرين وناجح عن الآخرين، ده من وجهة نظره المحدودة. طيب السؤال هو إذا كان هذا الشخص يعني الخداع أو الشخصية الخداعة الكذابة كان زوجك كما ورد في السؤال أو في التعليق،
في الحالة دي هي حالة معقدة، لأنك مضطرة أن تعيشي وتصاحبي هذه الشخصية. ثانيا، لا يمكنك الابتعاد عن هذه الشخصية، فلا بد أن تتفقي مع نفسك على كيفية التعامل، وتعرفي كيفية التعامل مع هذا الشخص حتى تسير أمور الحياة. فالتعامل في هذه الحالة لابد أن تتبعي عدة خطوات. أولا، عليك أن تعلمي أن الإنسان المخادع كما قلنا من صفاته السابقة قد يكون خداع لإخفاء شيء أو هروب من شيء أو تعويض نقص في شخصه أو في ذاته. فأولا اعطيه التقدير والاحترام، فعندما تعطيه التقدير والاحترام لنفسه نأسف على هذا الصوت، وده طبعا نتيجة السلوك المزري الذي وصلنا به في مجتمعاتنا العربية، فأصبحت سلوك المجتمعات العربية من أسوأ السلوك، وخاصة عندنا في مصر. فهذا الصوت الذي تسمعوه هو صوت الموتوسيكلات لناس ليسوا من البني آدمين، ولكن في صورة بني آدمين وتصرفات حيوانية. فمثل هذه الأشخاص وخاصة من الشباب، هؤلاء هم حيوانات، كائنات تشبه البني آدمين، تعيش بلا أدنى مسؤولية أو أدنى خلق أو أخلاق. فهو يعيش كالحيوان بالضبط، كأي كائن حي ليس له من الحياة إلا الأكل والشرب، لا دين، لا أخلاق، لا ثقافة، لا علم، ويعني كما يقولون لكن له يا مصر والعالم العربي، فهذا الجيل الفاشل الذي يؤدي إلى التخلف. فتخلف الشعوب ليس بالإمكانيات، ولا أسف، تقدم الشعوب ليس بالإمكانيات، ولكن تقدم الشعوب بسلوك الشعوب نفسه. نعود إلى موضوعنا، وهو كيفية التعامل إذا كانت الشخصية الخداعة يكون زوجك. قلنا لابد أن تشعريه بذاته وتقدريه وتحسسيه بقيمة نفسه. ثانيا، لا تشعريه بأنه يكذب عليك أو يخدعك. فعند المواجهة بأنه يخدعك أو عندما تواجهيه، فذلك يزيد إصرارا على التمادي في الخداع وفي الكذب، لأن ذلك يؤدي إلى العناد. ولكن اعلمي أو تحسسي المواضيع، واعلمي ما يفعل، ولكن لا تواجهيه. ومن الذكاء أنك يعني تشعريه بأنك تعرفي ما يخدعك به أو ما يكذب عليه لك، ما يكذب فيه عليك، وبطريقة غير محسوسة، بحيث أنك توصلي له المعلومة بطريق غير مباشر أنه بيخدعك أو بيكذب عليك في موضوع ما، أو عند سؤاله عن شيء ما، زي مثلا كنت في المطعم مثلا مع مين، لو علمت أنه مثلا ذهب إلى المطعم مع أحد أو السينما أو ما إلى ذلك، أو أين كنت، أو ما يعني من هذه الأمور. فعليك أن تتحسس الأخبار بعيدا، ولا تواجهيه مباشرة، ولكن اشعريه بأنك تعلمي بطريقة غير مباشرة. ده هو العلاج الوحيد. فقد يعني زي ما بيقولهم يستحي مرة بعد مرة، فيلجأ إلى عدم الكذب والخداع عليك. ده كان موضوعنا النهاردة، وأتمنى أني أكون جاوبت على هذا التعليق، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في موضوع آخر يهم حياتنا الاجتماعية والعائلية والأسرية. أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وحياة مليئة بالصدق والإخلاص والمحبة، بعيدا عن الخداع والكذب والغش، و
لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك، أي تعليق أرد عليه، وأتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح، وهيا بنا نحيا الحياة مع قناتنا مصادر الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.